طب دوق الملوخيه. لا لا خلاص انا تمام كده بجد. احطلك شويه بجد. ميه عامله ايه؟ كويسه؟ بتساليني على بنت خالتك؟ هو انت ما تعرفش ولا ايه؟ هشام قال لها تأثر معايا عشان خايف عليها مني. نعم؟ لا معرفش طبعا. هو ده اللي حصل. فأكيد أنت بتشوفها أكتر مني دلوقتي. غريبة. هشام بيفكر كده؟ مش غريبة ولا حاجة. إذا كان أقرب الناس ليا بيخافوا مني، هو مش هيخاف؟ عموما لما تشوفها سلم لي عليها قوي وقول لها ان هي وحشتني، بس من غير هشام ما يعرف علشان ما يزعلش. دوق دي كده. سلمى وصفتها لي. سلمى مين؟ تمام. سلمى مرات طارق. أصل سلمى بقت دلوقتي أقرب حد ليا. بقت أقرب حد ليكي إزاي؟ أنت عارفة إن هي ال عارفة عارفة. سلمى قالت لي إن هي اللي قالت لك إن أنا وطارق على علاقة ببعض، وقالت لي كمان إن هي فعلا كانت فاكرة كده، بس لما اكتشفت الحقيقة تراجعت وقررت تصلح غلطتها، ودي حاجة كويسة لما الواحد يعرف ان هو غلط يراجع نفسه. مريم انت عازماني على العشاء عشان تقطميني؟ لا خالص، انا بس بحكي لك. ومين قالك ان انا عايز اعرف كل المعلومات دي؟ انا عايزك تعرف ان موضوع طارق ده كان وهم في دماغ سلمى، وهي عرفت تزرعه في دماغك، وزي ما هي عرفت ان هي غلطانة، من حقي كمان انك انت تعرف الحقيقة. بعد ما اعرف عايزاني اعمل ايه؟ ولا حاجة، عايزك بس تشوفني زي ما انا بس، خلاص مش عايزه حاجه تاني. مش وحشة. احنا ممكن نوضبها بالطريقة اللي تعجبك، يعني لو عايزة تغيري أي حاجة قوليلي. أنا مش عاوزة أوضب حاجة مش بتاعتي، حاجة بتاعت حد تاني. بس دي مش بتاعت حد تاني، دي شقتي وهتبقى شقتنا. دي كانت شقتك أنت ومريم، أنا عاوزة شقتك أنت وياسمين. الشقة شقة اللي يسكن فيها. بس أنا مش هقدر أنام في أوضة كانت بتاعت حد تاني، وبعدين يعني احنا مش مضطرين ان احنا نقعد هنا. انت ممكن تاخد يونت من عندكم في الشركه بالتقسيط، مش لازم يعني يكون كبير، كفايه 3 اوضه وصاله، المهم يكون الدور ارضي وبجارد. حتى لو كبير مش دي المشكله. امال ايه المشكله؟ اي حاجه من عندنا في الشركه محتاجه شغل كتير، حاجاتنا كلها نص تشطيب. شكلك مستعجل. لا مش مستعجل، انا مكسل. مكسل؟ طيب حس ان الموضوع كده بقى، انا عايز اسكن في فيلا. فيلا؟ ليه لا ان شاء الله. طب ايه اللي وصلك؟
اسبوع ليه انت حد بيجري وراك؟ الله، انت مش قعدت تقول لي ابتدي حاجه جديده؟ ايوه قلت ابتدي، بس مش ابتدي بالسرعه دي كده. انا مرتبك جدا ومتلخبط، وحاسس ان الحاجه الوحيده اللي هتوقف اللخبطه دي ان اتجوز ياسمين واخلص. تخلص يا ابني، انت داخل خناقه. بصراحه في جوايا خناقه، خايف اوي اضعف وارجع لمريم، والجوازه من ياسمين هي الحاجه الوحيده اللي هتقطع عليا الطريق ده. تقطع الطريق ده؟ خد بقى الدواء. اتفضل. شكرا. بص يا حاتم، صحيح انا مش طايقه ياسمين بتاعتك دي. ما هي بالراحه على الراجل. انا كده مدب وما بعرفش ازوق الكلام، يعني بغض النظر عن اني مش طايقه ياسمين. تمام تمام، عرفنا. وشهادتي مجروحه يعني بان مريم تبقى بنت خالتي، بس انت عامل زي العربيه اللي من غير فرامل، حطوش في الحيطه. يا مايا الراجل عنده صداع فيه ايه؟ سيبني اخلص كلامي وطبطب عليه بعدين يا هشام. اسمع يا حاتم، انت عندك حاجه اسمها ريباوند، تبقى تجوجل عليها بعدين. عشان تخرج من مريم بترمي نفسك في حضن اول واحده تقابلها، مش معترضه تبقى مع اي حد تاني غير مريم، ده حقك في الاخر زي ما هو حقها برضو، بس مش بالطريقة دي ولا بالسرعة دي يا حاتم. مراتي أول مرة تقول حاجة موزونة من ساعة ما اتجوزنا. أنت بتريباوند يا معلم. ترجع من تايلاند كأنك اتولدت من جديد، هنسيب كل اللي عرفتهم من قبلي. اوكي، وريني شطارتك. هوريك. اتجوز يا فريد، قدر يحب واتجوز حد بالسرعه دي. طب تفتكري هو فعلا بطل يحبني ولا قرر يحبها عشان يبطل يحبني؟ في الحالتين مش فارقه، كده كده هيكون عنده حياة جديدة وبيت جديد، ويوم من الأيام ربنا يديله أطفال تانية. بس أنا زعلانة، وزعلانة أوي أوي. مش عايزك انت تزعلي ولا تكوني زعلانه من بابا، هو بيحبك قوي، لكن نفسه فيكي جدا. والله كان نفسه فيكي قوي، هو بيحبك وعمره ما هيقدر يسيبك، عمره ما هيقدر يسيبك زي ما سابني.